حاجه الحمد لله على هذا الانتصار. كنبغيو نشكر جميع اللاعبين على هذا المجهود اللي قاموا به، ماشي بالسهل يعني، منذ بدايه الشطر الثاني الحمد لله الفريق غادي فواحد الخط تصاعدي. الحمد لله المقابلات كتكون مقابله ديال البياج، كتعرف بانك تتلعب مع فريق اللي كينافس على البقاء في القسم الوطني الثاني، يعني يقدر يفاجئك في اي لحظه، بالرغم باننا حنايا متسلقين الرتب الاولى. الحمد لله كنشكر جميع اللاعبين على المستوى اللي قدموا، يعني مقابله ماشي سهله، وثلاثه النقاط هي المهمه اللي كانت فيها الحمد لله حققناها. يعني كنتمنى ان شاء الله نزيدو نخدمو ونزيدو نشاهدو، لاننا مازال عندنا مباريات في البطوله الوطنيه اللي غيكونوا ماشي سهل. اول حاجه يعني كنبغي نهني حامد على هذا الهدف اللي سجلنا اليوم، يعني ماشي بالسهل، يعني سجلنا الهدف في المباراه اللي فاتت حققنا بانتصار، سجلنا هدف اليوم عاوتاني حققنا بانتصار، هادشي ماشي بالسهل. يعني حنا كمجموعه كنخدمو على بعضياتنا، يعني كنتمنى ليه ان شاء الله التوفيق، وباقي البطوله بقى طويله، نتمنى ان شاء الله مازال يزيد يسجل ان شاء الله. ومقابله ماشي سهله، يعني فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير كينافس على البطوله الوطنيه، وحنا فريق اللي كبير وكيقدم مستوى كبير، يعني مباراه ما غتكونش بالسهل، غنلعبوا في الملعب ديالنا كيف ماشي في مباراه ديال الذهاب متصارعين فريق الرجاء البيضاوي. ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله تدوز واحد المباراه فواحد الروح رياضيه ويغلب عليها الطابع ديال الروح الرياضيه، الفريق اللي غيكون ان شاء الله مستعد ذهنيا وبدنيا هو اللي غادي ينتصر ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضة.